أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحبان ایمان مومنین مومنات، کتاب اقبال الاعمال میں ایک دعا ذکر کی گئی ہے جسے ماہ رمضان المبارک میں ہر نماز فریضہ کے بعد پڑھنا چاہیے، یعنی ماہ رمضان المبارک میں ہر فرض نماز واجب نماز کے بعد اس دعا کو معمولات کا حصہ بنا کر اللہ رب العزت سے، خالق کائنات سے اجر خاص پائیں. وہ دعا یہ ہے، اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وادخلني الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين.